أجواء عاشوراء لن تغادر كربلاء المقدسة، منطقة ما بين الحرمين تحيي ليلة الوحشة بالشموع والإعلان عن نجاح خطط الزيارة. ديالى تشهد عمليات لبيك يا حسين لحماية عزاء عاشوراء، واعتقالات تطال كبار عصابات الإرهاب في 3 محافظات. الكاظمي يضع حجر الأساس لتشييد مطار الموصل الدولي، ويؤكد أن المشروع سيوفر آلاف فرص العمل للعاطلين. الأحزاب الكردية تعقد اجتماع القمة برعاية أممية، رئاسة الجمهورية وانتخابات الإقليم محور النقاش. ليال ما أوحشها وما أعظم فجاعتها، حيث ابن بنت رسول الله على الرمضاء موسد في العراء، مقطوع الرأس من القفا، يحمل إلى قصر الردى، ورياح الصحراء تحرق الأجساد التي حطمتها حوافر الخيل، وتقاد النسوة عنوة وضربا بالسياط إلى حيث خيبة إمارتهم، تركوا حسينا ومن معه في أرض غبراء بلا ماء، وحسبوا أنهم قتلوه، لكنه عاش في ضمائر الأمة خالدا مخلدا، وكأن حبات الرمال في غربتك سيدي قد جعلها الله رجالا يبكونك ويحجون إلى مثواك كل عام وكل حين، ولن تنطفئ شعلتك ومشروعك التضحوي ما دام في العروق دماء تتدفق. شيعي وانا الصدارة، مفتوح قلبه وداره، طيب انا بشاره ما ادور انا زله، معروف انا اسمي، القضيه تمشي بدمي، الصعب حلها يمي، والجرح انا مدله. حسين مولاي يا شهدت أمس منطقة ما بين الحرمين الشريفين في كربلاء المقدسة إحياء ليلة 11 من محرم الحرام، ليلة الوحشة، وأمضى المؤمنون ليلتهم بإيقاد الشموع وإقامة العزاء الحسيني مواساة لعقيلة بني هاشم الحوراء زينب عليها السلام، وذلك في إحياء ليلة الوحشة بعد انجلاء الغبرة ومقتل الإمام الحسين عليه السلام وثلة من آل بيته الأطهار وأصحابه الأشرار. في تقليد عاشورائي اعتاد على إقامته أهالي مدينة كربلاء المقدسة ليلة 11 من محرم الحرام، ليلة الوحشة للإمام الحسين عليه السلام، حيث ودع الأهالي يوم عاشوراء موقدين الشموع بذكرى حلول الليلة الأولى لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في واقعة الطف الخالدة. محمد التميمي. مات بعد الخيام ليلتي الوحش بألم.
سالت هذه الشمعة حزنا وألما على فاجعة كربلاء في ليلة بكت السماء دما. إنها ليلة الوحشة التي تلت استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بعد سويعات قليلة على استشهاده، حيث يستذكر فيها شيعته ومحبيه في مختلف أصقاء العالم تضحيات إمامهم المعصوم وأهل بيته المنتجبين. إنها ليلة الأحادي عشر من محرم الحرام، وهي ليلة الوحشة نسميها احنا كخدمة الإمام الحسين، ونقيم في كربلاء المقدسة هنا قرب الإمام الحسين نواسي السيدة زينب عليه السلام لكونها بقت وحيدة في هذه الليلة. ولي خدمي الصدق عندي بخت تدعي ليومي كريم ويلي دق بابي تشكيد الحاجة مقضية. الليلة احنا جايين نشعل شموع لانه السيدة زينب بقت وحتها، والليلة 11 من محرم. ولإحياء هذه الليلة طقوس وفعاليات متعددة، إلا أن لها طقوس خاصة في كربلاء، حيث يستمع أهالي المدينة وزوارها من داخل وخارج العراق عند مقام المخيم الحسيني، حيث كانت خيمة الإمام الحسين وأهل بيته لإحياء ذكرى تلك الفاجعة الأليمة، فضلا عن إعلان المواساة لهم في هذه الليلة التي بقي فيها النساء والأطفال بدون معيل سوى الإمام زين العابدين عليه السلام. ماكو شيء يوصف غربة السيدة زينب هذا اليوم، انه بالسبي العيال وهي وحيدة، والإمام الحسين القتيل وبعد عثرة ما يدفون. استذكارا لما حدث في واقعة كربلاء، هذه الواقعة الأليمة التي جست أروع معاني البطولة والفداء وكذلك التضحية. يسكت العالم بأسره للحظات حزنا وهم يستمعون إلى صوت مولاهم وإمامهم وهو ينادي ألا من ناصر ينصرنا، وفي محياهم لوعة وحزنا وحسرة على الأرواح التي التحقت بركب الحسين عليه السلام. من كربلاء المقدسة محمد التميمي، الفرات. انطلقت مسيرة الشموع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد مواساة لأهل بيت الإمام الحسين عليه السلام في ليلة الوحشة، حيث أقام المؤمنون من أبناء مدينة الصدر مسيرة شموع ببغداد في ليلة 11 من محرم الحرام ليلة الوحشة، وذلك لمواساة العقيلة زينب وأهل بيت النبوة عليهم السلام وسط مشاعر الحزن والأسى التي استذكرها المؤمنون على ما جرى لأهل البيت في واقعة الطف من القتل والسبي. أكد محافظ كربلاء المقدس المصيف جاسم الخطابي أن زيارة عاشوراء هذا العام هي الأكبر من حيث أعداد الزائرين مقارنة بالسنوات السابقة وهي مليونية. وقال الخطابي في مؤتمر صحفي أن هناك خططا آنية ومستقبلية لتوفير الخدمات الجيدة للزائرين. شاركت في هذه المراسيم وفي هذا العزاء ملايين المؤمنين من محافظة كربلاء المقدسة ومن المحافظات العراقية الحبيبة ومن الدول الشقيقة والصديقة من كل أرجاء العالم، وهذه الأعداد المليونية شاركت في هذا العزاء بكل انسيابية بالرغم من الظروف الجوية الصعبة وبالرغم من الأعداد الكبيرة، إلا أن الحمد لله كان هناك تعاونا كبيرا بين العتبات المقدسة الحسينية والعباسية ومحافظة كربلاء المقدسة بدوائرها الأمنية والدوائر الخدمية على مستوى قيادة العمليات وقيادة الشرطة وقيادة الفرات الأوسط الحج الشعبي والأجهزة الأمنية والاستخبارية وعلى مستوى كل الدوائر الخدمية ودوائر الصحة ودوائر النقل. من جهته لفت قائد عمليات كربلاء المقدس الفريق الركن علي الهاشمي خلال المؤتمر إلى مشاركة كافة أصناف القوات الأمنية بما فيهم الحشد الشعبي في تأمين مراسم الزيارة. نعلن من مقرقيات عمليات كربلاء المقدسة نجاح الخطة الخاصة أو الخطة التي وضعت لهذه المناسبة، هي مناسبة شهر محرم الحرام التي تبدأ من يوم واحد لغاية 10 محرم،
هذه الخطة التي اشتركت بها جميع القطاعات، تشكيلات من وزارة الدفاع وكذلك تشكيلات من وزارة الداخلية وتشكيلات من قيادة عمليات الفرات الأوسط الحشد وكذلك فرقة العباس، إضافة إلى المتطوعين من العتبات الحسينية، العتبة الحسينية والعتبة العباسية. وبهذه المناسبة نقدم شكرنا وتقديرنا باسم قيادة عملية كربلاء المقدسة والقطاعات الملحقة بها، أولا إلى العتبات المقدسة، العتبة الحسينية المطهرة والعتبة العباسية المطهرة، وإلى السيد محافظ كربلاء المقدسة، وإلى أخواني القادة الأمنيين ضمن قطع المسؤولية. نقدم شكرنا وتقديرنا بمقدموه الدعم الغير محدود لهذه أو لغاية حتى تنجح هذه الخطة. هذه الخطة كانت خطة تسلم عن الخطط السابقة، سبقتها عمليات استباقية، وهذه العمليات كانت عمليات جيدة وبها نتائج كانت على محيط كربلاء بالكامل وحتى داخل كربلاء. بدوره أكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني خلال المؤتمر أن هناك جهدا أمنيا واستخباراتيا كبيرين من قبل قوات الحشد الشعبي لتأمين زيارة عاشوراء. هناك جهد استخباري وفني كبير، هناك جهد أمني ومسك جميع النقاط، هناك جهد إعلامي مع الأخوة الإعلاميين لنقل هذه الصورة الطيبة المباركة، هناك جهود استثنائية في جميع الخطط. وننتقل إلى الخطة الخدمية وأيضا قيادة عمليات الفرات الأوسط. الدوائر والمؤسسات الحكومية تعلن نجاح خطتها الخدمية لزيارة يوم العاشر من محرم الحرام، حيث أعلنت الأمانة العامة للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين عن نجاح خطتهما الأمنية والخدمية الخاصة بإحياء مراسيم زيارة عاشوراء لهذا العام. هذا وأكدت قيادة عمليات بغداد عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، فيما بينت وزارة النفط نجاح الخطة الوقودية وكذلك الخدمية لمناسبة العاشر من محرم الحرام. كما أكدت مديرية الدفاع المدني نجاح الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء المتكونة من 6 محاور. أما وزارة الصحة فأعلنت عن نجاح تطبيق خطة الطوارئ الطبية الخاصة بمناسبة زيارة عاشوراء. من جانبها أوضحت وزارة الكهرباء أيضا عن نجاح خطتها الخاصة لتأمين الطاقة لمدينة كربلاء المقدسة خلال إحياء ذكرى زيارة عاشوراء. للمزيد ينضم معنا في المرصد الخبري من كربلاء المقدسة قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي. أهلا وسهلا بك سيدي العزيز، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار. بداية، ما كان دور فرقة العباس القتالية في تأمين الزيارة وأي المناطق كانت تحت إشرافها؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أختي الكريمة تحية لكم ولكادر قناة الفرات العزيزة ولمشاهديكم الكرام ولكل الحاضرين والمستمعين. عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل، مصاب أبي عبد الله الحسين وأصحابه وأهل بيته. طبعا بلا شك الزيارة لهذا العام شهدت توافد مليوني. لا نريد أن يعني نأخذ مساحة غيرنا في بيان الإحصائيات، ولكن نحن نتوقع زيادات إما مليونية أو آلافية. يعني نحن شاركنا أيضا في الزيارة أو في ركضة الضويريج، ودائما موكب فرقة العباس ويكون آخر موكب. أكثر من نصف ساعة إلى ساعة تأخرنا هذا العام، مما يؤشر أن هنالك زيادة عددية. الحمد لله الخطة موضوعة من قيادة عمليات كربلاء، وقبلها كانت قيادة العمليات المشتركة. القيادات العليا في البلد الأمنية كانت مهتمة جدا في الخطة لهذا العام، والحمد لله كان التنسيق عالي جدا. فرقة العباس هذا العام اشتركت بشكل أكثر من السنوات السابقة بناء على طلب من السيد قائد شرطة كربلاء. كل عام نحن نمسك
يعني نقطة أو نقطتين. لكن هذا العام مسكنا 7 نقاط هي تفتيش السابع للزائرين وهي في مركز مدينة كربلاء. نعم. يعني على ماذا اعتمدت الخطة الأمنية الخاصة بكم لهذا العام، وهل اختلفت عن السنوات الماضية سيد ميثم؟ سيدتي الكريمة، نحن ليس لدينا خطة حتى ننفذ، وإنما نحن ننفذ الخطة الموضوعة من قبل قيادة العمليات المشتركة وقيادة الشرطة، قيادة عمليات كربلاء. في كربلاء هنالك قيادة وسيطرة واحدة هي، والقيادة وضعت هذه الخطة. طبعا اعتمدت الخطة على عدة جوانب. طبعا الجهد الاستخباري الكبير، باعتبار الفرقة العباسية موجودة فعلا في كربلاء ولديها مساحة كبيرة من الجهد التقني وكذلك البشري، وكذلك أيضا كان انتشارنا في المحاور الثلاثة لكربلاء. تعرفون أن كربلاء يتدفق لها الزائرين من 3 محاور. الشمال باتجاه بغداد، كانت لدينا أيضا نقطة سيطرة تفتيش السابلة، والمحور الشرقي باتجاه بابل، والمحور الجنوبي باتجاه هذا ما أود أن أسأل عنه. يعني كيف كان تعاون وتفاعل الزائرين مع القوات الأمنية؟ فقط الجانب الأمني، نحن اشتركنا في الجانب الخدمي. نعم، هل أكرر السؤال؟ طبعا الزائرين هم يتفاعلون بشكل كبير مع الجهات الأمنية. نعم أسمعكم. الزائر هو يريد أنه يتوفر الأمن وهو يتفاعل مع الأمن. طبعا أيضا يريد توفير الخدمات من كهرباء، من بقية الخدمات التي تحتاج كربلاء إلى يعني جهد مركزي أكبر. الحكومة المحلية في كربلاء حقيقة إنجازاتها رائعة، ولكن لا يكفي، لأن الزيارات مليونية، يحتاج الجهد المركزي ليس فقط في الزيارة وإنما قبل الزيارة. نحن مقبلين على زيارة مليونية كبيرة. أتوقع أن زيارة الأربعين لهذا العام ستكون زيارة هي الأكبر على مستوى ما بعد 2003 في كربلاء، إذا كانت التخمينات صحيحة. طبعا احنا أيضا اشتركنا في جهد الخدمي وقدمنا أكثر من 10,500 قالب ثلج في مركز مدينة كربلاء. نعم، يعني ما هي الخطط الأمنية المستقبلية لتأمين زيارة الأربعينية، أي أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وكيف سيكون الاعتماد على قواتكم سيدي؟ طبعا الخطة الأمنية عادة ترتكز على عدة جوانب. الجانب الأول العمليات الاستباقية المستمرة في قيادة عمليات كربلاء، ولديها مرونة عالية ولقطعاتها أيضا مرونة عالية. نحن نمسك الجانب الغربي لمدينة كربلاء 70 كيلومتر في داخل حدود محافظة الأنبار وصولا إلى النخيب. نحن نقطع صحراء الرمادي عن صحراء الوسط والجنوب، وهذا جانب جدا مهم. قطعاتنا تنتشر بشكل كثيف على المحاور الثلاث. كل سنة نحن نستقدم 5,000 متطوع من قواتنا الاحتياطية. أتوقع هذا العام نحتاج إلى 7,000 إلى 10,000 مقاتل. سيدتي الكريمة، نحن نمسك السماء، يعني نسيطر على حظر الطيران المسير في المنطقة الحيوية، منطقة الحرمين. هذا العام توسعت بطلب من قيادة عمليات الفرات الأوسط، ذهبنا باتجاه المدينة القديمة. أتوقع في زيارة الأربعينية المدينة القديمة كلها لا يمكن تحليق أي طائرة مسيرة فيها إلا بموافقة قيادة عمليات كربلاء المقدسة. وكذلك سيكون لدينا جهد خارج مدينة كربلاء على 3 محاور. ستنتشر لدينا قوات احتياطية عندما تحتاج القيادة المركزية للتدخل، ستتدخل إن شاء الله في الوقت المناسب. إن شاء الله ما تحتاج. نعم، بسؤال أخير، كذلك كان لكم دور مهم في تفعيل الجانب الصحي كبيرة خلال العاشر من محرم الحرام، وهل سيكون لكم الدور الأكبر خلال الزيارة الأربعينية؟ طبعا تعلمون أن فرقة العباس تمتلك آمرية طبابة جيدة ومهنية،
وهنالك تعاون مع صحة بابل. أكثر الأطباء والكادر الطبي في طبابة فرقة العباس هو من بابل. هذا العام الحمد لله وبتفاعل السيد مدير عام صحة كربلاء فتحت مفرزة تابعة إلى صحة كربلاء في فرقة العباس القتالية، وسنستقدم جهد طبي كبير بالتعاون وبالتنسيق مع صحة كربلاء. ستنتشر مفارز طبية وأيضا علاجات ضمن العلاجات الموافق عليها ضمن صحة كربلاء، وسنوفر سيارات إسعاف في عدة محاور. جهود مباركة، كنت معي في المرصد الخبري من كربلاء المقدسة قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أعلنت قيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية واسعة شمال قضاء المقدادية. وذكر بيان للقيادة أن قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي شرعت بعملية تفتيش واسعة شمال قضاء المقدادية في ديالى، وذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة حول تحركات الخلايا الإرهابية. وأشار أنه تم تفتيش المناطق المحاذية لنهر ديالى من أجل حفظ أمن المواطنين وإحياء الشعائر الحسينية. من جانبه أكد قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي أن العملية التي تحمل اسم لبيك يا حسين تهدف إلى ملاحقة الإرهابيين وتأمين قاطع المسؤولية بشكل كامل، وكذلك تفتيش زور نهر ديالى شمالي المقدادية لخلق جو آمن لحفظ أمن المواطنين وإحياء الشعائر الحسينية في القرى والأرياف. الهدف من العملية هو مطاردة العدو وتفتيش قرى زور نهر ديالى شمال قضاء المقدادية وخلق بيئة آمنة لجميع مجالس العزاء والمواكب الحسينية. تم العثور على بعض المضافات وبعض المؤن اللوجستية والذخيرة الحية. من جانبها أعلنت مديرية استخبارات الحشد الشعبي الإطاحة بأحد العناصر الإرهابية في المحافظة، وذكر بيان للحشد الشعبي أنه بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تم القبض على أحد الإرهابيين يعمل عسكريا ضمن ما يسمى لواء أبو بكر الصديق كتيبة الزرقاوي الإرهابية. وأشار البيان أن الإرهابي مطلوب للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، ولديه كفالة مالية ويمتلك رقما إحصائيا بما يسمى بودرة رواتب في عصابة داعش الإرهابية. وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار وتطوير مطار الموصل الدولي بعد توقيع العقود مع الشركات المنفذة للمشروع. الكاظمي وصل اليوم إلى محافظة نينوى لوضع حجر الأساس لمشروع تطوير مطار الموصل الدولي. هذا وكان محافظ نينوى نجم الجبوري وقع أمس عقد مشروع إعمار مطار الموصل الدولي مع شركتين عالميتين في إنشاء المطارات ووفق مواصفات حديثة ومتطورة. هذا وأكد الجبوري أن المطار سيكون دوليا وليس داخليا، وأن الشركات المنفذة هي شركات رصينة ومتخصصة في إنشاء المطارات وفق المواصفات العالمية.
وخلال كلمة له أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن مشروع مطار الموصل الدولي هو مشروع استراتيجي مهم لأبناء المحافظة، مبينا أنه سيوفر فرصا للعمل ويعمل على تسهيل النقل وحياة المواطنين. مشروع مطار الموصل مشروع استراتيجي ومهم لأبناء المحافظة، وسوف نضع حجر أساس اليوم وسوف يتم العمل والمباشرة بهذا المشروع من اليوم. مطار الموصل سوف يوفر فرص للعمل وللنقل وتسهيل حياة المواطنين. يجب أن نشيد بالمشاريع الأخرى في هذه المحافظة، من ضمنها إن شاء الله قريبا نأتي لنفتتح مشروع إعادة إعمار جامع النوري، هذا الجامع المهم والموجود في ضمير أهل هذه المحافظة وضمير كل العراقيين. ولابد أن نشكر من عمل على إنجاز هذا المشروع من يونسكو من منظمات دولية. عقدت الأحزاب الكردستانية اجتماعا بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين هنسبلاسخرت لمناقشة الوضع السياسي وحسم مرشح رئيس الجمهورية. وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع أي اجتماع الأحزاب الكردستانية عقد اليوم بعد دعوة من رئيس الإقليم جيرفان بارزاني، وأضافت أن الاجتماع حضره عدة أحزاب رئيسة في الإقليم: الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، فضلا عن الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والحزب الاشتراكي وكذلك الحزب الشيوعي، مؤكدة أن الاجتماع تم بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين هنسبلاسخرت. وأضافت المصادر أنه ستتم مناقشة تقارير الأحزاب التي تم تحضيرها بعد آخر اجتماع، بالإضافة إلى مناقشة الوضع السياسي ومسألة حسم رئيس الجمهورية. بعد أن تم تحديد اليوم الأول من شهر تشرين الثاني موعدا لإجراء انتخابات الإقليم، أعلنت المفوضية حاجتها لستة أشهر إضافية لاستكمال إجراءاتها. هذه الخطوة تأتي في ظل اشتداد الخلافات داخل الأحزاب الكردية التي سيضعنا في تفاصيلها الزميل علاء الطائي. هنالك بيان للقوى السياسية بالتوازي مع أزمة تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، تسير أزمة انتخابات برلمان إقليم كردستان والتي يتمخض عنها انتخاب رئيس الإقليم واختيار الكابينة الحكومية العاشرة. الموعد المحدد لإجراء الانتخابات هو الأول من شهر تشرين الأول المقبل، أي بعد أقل من شهرين، لكن مفوضية الانتخابات أعلنت اليوم أنها بحاجة إلى ستة أشهر على الأقل، فضلا عن حاجتها إلى تعديل قانون الانتخابات من عدمه وتخصيص المبالغ المالية اللازمة. هناك تحضيرات لوجستية، مفوضية الانتخابات تحتاج إلى مدة، وهناك الإطار القانوني. لحد الآن الأحزاب السياسية على الأقل الأحزاب الكبيرة لم تتفق على الإطار القانوني للانتخابات القادمة في إقليم كردستان، يعني بخصوص كيفية توزيع الدوائر الانتخابية. الخلافات كثيرة ومعقدة بين الأحزاب الكردستانية، وهو ما دعا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت إلى خوض أربعة اجتماعات مطولة مع الأحزاب الكردية بهدف الوصول إلى تسويات للأزمة. وتتركز الخلافات حول أربع نقاط رئيسية، وهي قانون الانتخابات والحديث عن شكل الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة وآلية توزيع مقاعد الكوتا والأقليات وموعد الانتخابات بين من يريدها بموعدها وآخر يطالب بتأجيلها وبقاء المفوضية أو استبدالها، وأخيرا سجل قوائم الناخبين المشكوك بنزاهته من البعض. تناول الاجتماع موضوع انتخابات إقليم كردستان، برلمان إقليم كردستان القادم، وبالتالي بالتأكيد هناك خلافات حول موضوع الموعد الانتخابات وأيضا قانون الانتخابات باعتبار دائرة واحدة وعدة دوائر، وأيضا موضوع المفوضية نفسها، وبالتالي ربما هناك أجواء إيجابية من قبل كل الأطراف. اجتماع الكتل الكردستانية الرابع حول انتخابات برلمان الإقليم أبقى الباب مفتوحا لاجتماع آخر بحضور بلاسخارت أيضا قد يكون في شهر أيلول المقبل.
ويرى الحزبان الرئيسيان الكرديان الديمقراطي والوطني أن نجاح انتخابات برلمان الإقليم مرتبط بالوضع في بغداد، لذا تطرح فكرة ألا يتم تحديد موعد ثابت للانتخابات الداخلية إلا بعد استقرار الأوضاع هناك. من أربيل لقناة الفرات على الطاي. ختام المرصد، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.